السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد لمراجعة لأقوى جهاز استيراد زد 230 ورك ستيشن من شركة اتش بي. الجهاز دوت يعتبر من أرخص الأجهزة الاستيراد المخصصة للبرامج والألعاب. الجهاز زي ما احنا شايفين قدامنا بيبقى فيه اصدارين منه، اصدار الكور اي 5 من الجيل الرابع واصدار الكور اي 7. احنا جايبين اصدار الكور اي 7 الجيل الرابع 4790. البروسيسور بيبقى 4 كور و8 ثريد، والماكس تيربو 4 جيجا هرتز، والتيربو بوست 4 جيجا هرتز. هنبدأ نستعرض مع بعض السيت اب الخاص بالجهاز ونعرف الرامات قد ايه والبروسيسور، وهنشوف المخارج ايه الخاصه بالكيسه. زي ما احنا شايفين قدامنا كده الجهاز جاي ب2 يو اس بي 2 ومدخل اللان ومدخل الديسبلاي بورت زي ما احنا شايفين قدامنا كده، ومدخل الدي في اي اللي هو كارت الشاشه اللي هو الانتل الداخلي، وهنا اليو اس بي 3 متعلم باللون الازرق، واليو اس بي 2 2 يو اس بي 2، وده مخرج اللي هو الصوت، وده كارت الشاشه اللي احنا مركبينه، كارت الشاشه انفيديا مش عالي قوي بس برضه شغال كويس، انفيديا جي تي 730 زي ما احنا شايفين قدامنا كده، بالاضافه لان في 2 يو اس بي 2 و2 يو اس بي 3 قدام، بالاضافه لمخرج الايه الصوت واللي هو اللي هو المايك. زي ما نشوف مع بعض نبدا بقى ايه نفتح الجهاز ونشوف الايه الهارد ونشوف ايه الرامات. ما احنا شايفين قدامنا كده مركبين رامات 16 جيجا، كل بنك فيه 4 جيجا، باص 12800 زي ما احنا شايفين قدامنا دي ار 3، وهنا كارت الشاشه اللي هو الانفيديا جي تي 730 زي ما احنا شايفين قدامنا، ده مكان كارت الشاشه، والكيسه فيها ان انت تقدر تركب ايه كارت شاشه اكبر من كده زي ما احنا شايفين كده، الوسع الخاص بالكيسه باختلاف الكيسه اللي هي الاتش بي 600 جي 1 تبقى المكان بتاعها ضيق عن المكان بتاع الزد 230 ورك ستيشن، بالاضافه كمان ان الباور بتاعها باور 400 واط فعلي زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده، ده الباور الخاص بالكيسه الاتش بي زد 230، وكمان في مدخل السته بين ده خاص بكروت الشاشه زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده، وهنا الهاردات الخاصه بالجهاز، ده هارد 2 تيرا سيجيد باراكودا زي ما احنا شايفين قدامنا كده، ده الهارد هيبقى شغال جانب الهارد الاساسي، لكن الهارد الاساسي عندي هارد اس اس دي من نوع سامسونج تمام. وهنا طبعا الاس اس دي بتركبه في الساتا زيرو، حتى هو معلم لك عليه باللون الازرق، هتلاحظ هنا في المخارج مداخل الساتا هنا زي ما احنا شايفين قدامنا كده، هنا اللون الازرق ومكتوب قدامه ساتا زيرو، ده بيبقى مخصص الكابل بتاعه يبقى يركب على الاس اس دي عشان يشتغل، هو يبقى هو الويندوز هو اللي هيبقى الارض الاساسي، وبتركب بقى الساتا واحد مثلا هنا تبدا تركب فيه ايه الهارد اللي هو 2 تيرا واي هارد عندك 500 او اي هارد عندك، تبدا تركبه في اللي هو اماكن ايه الساتا اللي معاك هنا، لو عندك اكتر من هارد ممكن تركبهم عادي من غير ايه من غير اي مشكله. نبدا بقى نشغل الجهاز ونشوف السيت اب الخاص بالجهاز. شايفين قدامنا كده دخلت على اف 10 ودخلت على المواصفات الخاصه بالجهاز، ده موديل الجهاز اتش بي زد 230 تاور ورك ستيشن زي ما احنا شايفين قدامنا كده، البروسيسور كور اي 7 4790، والرامات بتاعته 16 جيجا، والبروسيسور 3 و6 زي ما احنا شايفين قدامنا، كاش 8 ميجا، 4 كور 8 ثريد. بعد كده هنبدا ندخل على ستورج زي ما احنا شايفين قدامنا كده، هنضغط على ديفايس كونفيجريشن، ظهر لي هنا الهاردات اللي راكبه في الجهاز 2 تيرا و128 اللي هو الاس اس دي. بعد كده اهم اختيار معايا ستورج اوبشن من هنا زي ما احنا شايفين قدامنا، نضغط على انتر وهنختار من هنا، هنغير الساتا ايميوليشن ديت من رايد زي ما احنا شايفين قدامنا كده، لو لقيتها رايد هتخليها ايه اي اتش سي اي، وبعد كده تضغط على اف 10 للحفظ كده، اخترنا اي اتش سي اي، وهنا البوت اوردر هنا بيدعم النظامين اليو اف اي بوت والليجاسي بوت، طبعا احنا هنشتغل على نظام اليو اف اي. طبعا بعد ما بحرق الفلاشه احرق الويندوز على الفلاشه بختار طبعا من اف 9 بختار ايه اليو اف اي، وبنقسم الهارد على نظام الجي بي تي عشان يشتغل معانا نظام اليو اف اي، لان اليو اف اي بيدعم الهاردات اللي هي ايه الاكبر من 2 تيرا، طبعا الويندوز بيكون 64 عشان يقرا معايا الرامات اللي هي اكبر من 4 جيجا.
بعد كده بدخل على ادفانسد، وبعدين بختار ديفايس اوبشن من هنا زي ما احنا شايفين قدامنا انتر، واسيب التربو مود شغال انيبل زي ما احنا شايفين كده، والمالتي بروسيسور انيبل، واضغط على F10. وبعد كده بقى ابدا احفظ الاعدادات، بضغط على سيف تشينجز اند اكزيت زي ما احنا شايفين كده، واضغط على انتر، هيقول لي هل تريد حفظ التغييرات، اضغط على يس زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وبعد كده يبدا يعمل ريستارت، وبعد كده نبدا بقى في عمليه تثبيت الويندوز. زي ما احنا شايفين قدامنا كده هنبدا نوصل الفلاشه، انا الفلاشه عندي 16 جيجا، عشان نبدا نحرق عليها الويندوز هنبدا ننزل الويندوز مع بعض من موقع مايكروسوفت. لو انت عندك ملف الايزو موجود على الجهاز خلاص، لكن لو انت مش عندك ملف الايزو هنعرف مع بعض ازاي نحمل الويندوز. هنكتب في محرك البحث ويندوز 10، وبعد كده ندخل على موقع مايكروسوفت زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده، وبعد كده في اي مكان فاضي كليك يمين واختار انسبكت زي ما احنا شايفين قدامنا. بعد كده هنختار من هنا علامة الشاشتين اللي هنا زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده، او كنترول شيفت ام مع بعض، لو ضغطت عليها كده في شريط بيختفي هنا، لو ضغطت عليها تاني في شريط بيظهر. طالما الشريط ده ظهر معاك فبتبدأ تعمل اعادة تحميل للصفحة. بعد كده هنبدأ لما يجي يحمل الصفحة نقفل الجزء دوت زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وبعد كده نبدأ بقى في عملية تحميل ملف الايزو، ونختار من هنا سيلكت مثلا، نختار من هنا ويندوز 10، وبعد كده كونفيرم، وبعد كده نبدأ نختار مع بعض اللغة تمام، وبعد كده نضغط على كونفيرم، وبعد كده نبدأ نختار ملف الايزو. طبعا انا هنزل ملف الايزو 64 لان الرامات عندي اكبر من 4 جيجا، وابدأ ان انا اضغط على بدء التحميل 5 جيجا و700 ميجا زي ما احنا شايفين قدامنا كده. بعد ما بتحمل ملف الايزو بتبدأ بقى تنزل البرنامج اللي هنحرق عليه الويندوز، هو برنامج الروفوس زي ما احنا شايفين قدامنا كده. هنختار من هنا برنامج الروفوس، ونختار من هنا اوف داونلود، هيجيب لي كل الاصدارات الخاصه بالبرنامج. هنختار مع بعض اخر اصدار لو انت ويندوز 10، لو انت ويندوز 7 فتنزل تحت كده وتختار الاصدار 3.22 اللي هو اخر اصدار. 3.22 ده اخر اصدار اللي بيدعم ويندوز 7، لو انت عندك ويندوز 7 بتختار 3.22، لو انت ويندوز 10 بتختار اخر اصدار عادي من غير اي مشكله زي ما احنا شايفين قدامنا كده. بعد كده بتبدا تحمل التعريف الخاص بكارت الصوت للجهاز اللي هو HBZ230 ورك ستيشن، فطبعا بتكتب في محرك البحث HBZ230 تاور ورك ستيشن درايفر. بعد كده بتبدا ان انت تدخل على موقع HP زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده، وبعد كده بتبدا هنا تتبع الخطوات ديت، بنختار الويندوز طبعا ويندوز 10، وبعد كده هنا بنختار 64 واضغط على سبميت، بيجيب لي كل الدرايفرات الخاصه بالجهاز اللي عندي زي ما احنا شايفين. ده البايوس، ده ملف التحديث الخاص بالبايوس، وهنا الدرايفر اوديو، وطبعا هنا ده كارت الصوت، فطبعا حجم التعريف حوالي 300 ميجا. ولو انت عايز تشتغل على الكارت الداخلي بتختار من هنا درايفر جرافيك زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده تمام، لكن انا هركب كارت خارجي انفيديا جي تي 730. فهنبدا ننزل تعريف كارت الصوت الخاص بالجهاز زي ما احنا شايفين قدامنا، نضغط على داونلود، بعد كده هقول له نو اي ويل داونلود اند انستول مانوال زي ما احنا شايفين قدامنا كده. بعد كده هيبدا يجيب لي رابط لتحميل الملف بحجم 300 ميجا ريال تك بحجم 300 ميجا، ببدا احمل التعريف زي ما احنا شايفين قدامنا كده. بعد كده ببدا انزل التعريف الخاص بكارت الشاشه، هنكتب فيه محرك البحث انفيديا درايفر او على حسب الموديل الكارت عندك، سواء اي تي اي او انفيديا على حسب الموديل اللي عندك. فانا عندي كارت انفيديا جي فورس جي تي 730، هنبدا نكتب انفيديا درايفر، وبعد كده ندخل على موقع انفيديا زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. بعد كده هبدا اكتب جي فورس زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعد كده هختار من هنا جي فورس جي 700 لان هو 730 زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعد كده هبدا اختار جي فورس جي تي 730، وبعد كده اختار ويندوز 10 زي ما احنا شايفين قدامنا، واضغط على سيرش، وابدا اعمل داونلود للتعريف، ظهر لي هنا بحجم 700 ميجا، اضغط على داونلود وابدا اعمل داونلود للتعريف. عندي كل التعريفات ديت بجهزها، وببدا ان انا احرق الفلاشه، وبعد ما احرق الفلاشه ابدا انقل التعريفات ديت، سواء تعريف الصوت او تعريف او تعريف الشاشه تمام. هنبدا بقى في عمليه حرق الويندوز على الفلاشه، هنشغل برنامج الروفوس مع بعض ونكون مركبين الفلاشه. بعد كده ببدا اختار ملف الايزو بعد ما حملته،
اللي هو ويندوز 10 ال 22 اتش 2 اخر اصدار زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. وبعد كده بختار من هنا جي بي تي، لان انا هشتغل على نظام اليو اف اي، لان نظام اليو اف اي بيدعم الهاردات اللي هي الاكبر من 2 تيرا، ده يعتبر نظام احدث والكيس عندي بتدعم اليو اف اي. بعد كده بختار جي بي تي من هنا زي ما احنا شايفين قدامنا، وابدا اضغط على ستارت زي ما احنا شايفين كده، واضغط على اوكي. هيبدا في عمليه حرق ملف الايزو على الفلاشه. تمام كده، انا الفلاشه جاهزه معايا، مجرد بس ان انا ايه هجهز الملفات اللي احنا قلنا عليها ده، مع اللي هو التعريف الخاص بكارت الصوت. وبعد كده لو التعريف الكارت الشاشه نزل برضو بتبدا تنسخه على الفلاشه. الفلاشه زي ما احنا شايفين كده ظهر معايا جزئين، ده جزء الخاص بنظام اليو اف اي، وده الجزء الخاص بالفلاشه اللي هو المساحه الاكبر. فابدا ان انا انسخ تعريف الصوت وتعريف كارت الشاشه على الفلاشه، بس بعد ما تخلص ايه، بعد ما البرنامج يخلص حرق الملف الايزو على الفلاشه. تمام، بيبقى كله في ايه، في فلاشه واحده. التعريفات لو في برامج ممكن تحطها برضو على الفلاشه، بحيث ايه لما تنزل ويندوز تبدا تثبت البرامج على طول. هنبدا بقى في عمليه نعمل بوت للجهاز. طبعا انا الجهاز عندي اتش بي زد 230 ورك ستيشن، بيبقى اف 9، لو انت جهاز ديل بيبقى اف 12. هنبدا في عمليه نعمل بوت للجهاز، ونبدا في عمليه تثبيت الويندوز. تمام زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وبعد كده نبدا بقى ايه نعرف كارت الصوت وكارت الشاشه. تمام، وكل دوت هنشوفه مع بعض. بعد كده نضغط على اف 9، وبعد كده نختار اليو اف اي، وبعد كده نختار اسم الفلاشه بعد ما حرقنا الفلاشه بنظام الجي بي تي، ونضغط على انتر. هيبدا بقى معايا ايه يحمل الويندوز، وبعد كده نبدا نستكمل بقيه مرحله تثبيته. نختار اربك والدوله اللي احنا عايشين فيها، ونضغط على نيكست، وبعد كده انستول ناو. بعد كده بوافق على الاتفاقيه واضغط على نيكست، وبعد كده كاستم. وبعد كده هنا انا فصلت الهارد اللي هو الاتنين تيرا، عشان ايه افرمت الهارد اللي هو ال 128 عشان ما افرمتش الهارد الثاني بالغلط، عشان ده اللي هينزل على الويندوز، ده الاس اس دي. هنبدا نعمل ديليت للبارتيشن زي ما احنا شايفين قدامنا كده، هندلت الهارد كله زي ما احنا شايفين قدامنا. تمام، هنبدا ندلت الهارد كله كده زي ما احنا شايفين اللي هو الاس اس دي كده، الاس اس دي كله بقى بارتيشن واحد. بعد كده نبدا نضغط على نيو من هنا. يفضل ان انت تنزل الويندوز على الاس اس دي الاول، وبعد كده بعد ما تخلص خلاص تبدا توصل ايه الاثنين تيرا اللي هو الاتش دي دي. نبدا نضغط على ابلاي نيو، وبعد كده ابلاي، واضغط على اوكي. بعد كده اوقف على البارتيشن اللي ينزل عليه الويندوز، واضغط على فورمات واوكي. بعد كده ابدا اضغط على نيكست، وبعد كده انتظر لحد ما يخلص المرحله ديت لحد 100%، وبعد كده هيبدا يعمل ريستارت ويستكمل بقى بقيه مراحل تثبيت الويندوز. نختار الدوله ونضغط على يس. بعد كده نبدا نختار يو اس ويس، وبعد كده اد لي اوت، وبعد كده نضغط على اربك والدوله اللي احنا عايشين فيها، ونضغط على نيكست واربك 101 اد لي اوت. بعد كده نبدا نقول اي دونت هاف انترنت كده، كونتين ويز ليميتد سيت اب. بعد كده هيبدا يعمل ريستارت، نكتب الاسم ونضغط على نيكست، ودي الخانه الخاصه بالباسورد. في حاله لو مش عايز تكتب باسورد بتسيب الخانه فاضيه وتضغط على نيكست. بعد كده اعدادات الخصوصيه بتعطلها كلها، يعني عشان احنا ما بنبقاش محتاجينها، لو انت عايزها خلاص بتسيبها. وبعد كده بتضغط على اكسبت. بعد ما عرفنا كارت الشاشه هنبدا نشغل برنامج السي بي يو زد عشان نشوف البروسيسور مع بعض. زي ما احنا شايفين قدامنا كور اي 7 4790 الجيل الرابع، والاربعه كور و8 ثريد، و3 و6 3 و6 كاش 8 ميجا زي ما احنا شايفين قدامنا كده. ولو جينا نشوف السرعه الخاصه بالاس اس دي اللي عندي، طبعا بتختلف من هارد للتاني. طبعا الاس اس دي عندي جايب معاه سرعه القراءه 552، لان هو بيدعم الجهاز ده بيدعم الساتا 3، وسرعه الكتابه المفروض 552، بس تقريبا المشكله في الاس اس دي. لو جربت اي اس اس دي يكون جديد مثلا هتلاقيه جايب معاك القرايتين زي بعض، 552 سرعه القراءه وسرعه الكتابه نفس النظام. طبعا ال اتش دي دي بيبقى اقل في السرعه. بالنسبه لي سعر الجهاز، بالنسبه لي سعر الجهاز الكور اي 7 الجيل الرابع عامل 3500 بالرامات ال 16، ولو انت جبته مثلا كور اي 5 هيقل 1000 جنيه، يعني يعمل 2000 مثلا 2500، هو بيزيد 1000 جنيه اللي هو الكور اي 7 لو لقيت الكور اي 7 الجيل الرابع. لو لقيت كور اي 5 الجيل الرابع هتلاقيه اقل 1000 جنيه في السعر. طبعا هتلاقيه متوفر في مول البستان. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.